يعرض امامكم بخصوص الهيئه المؤقته الحاليه لنادي نفط الجنوب. هذا الكتاب اللي صادر يوم 27/8/2020 من شركه نفط البصره، الذي يؤكد ليس من اختصاص دائره نفط البصره البت بهكذا مواضيع، كما انه لم يسبق لها وان تدخلت بحالات ممثله، والذي يقصد به انه من هي الاحق في اداره نادي نفط الجنوب، الهيئه المؤقته السابقه ام المؤقته. ثانيا، ان موضوع اصدار البحث معروض حاليا امام القضاء، ونرى ان يتم متابعته من الجهات ذات العلاقه. ثالثا، بالامكان عرض الموضوع مدار البحث على اللجنه العليا للرياضه في القطاع النفطي للبت به. هذا الموضوع اللي احدث ضجه كبيره في حلقه يوم امس، بالاضافه الى انه تم ذكر اسم السيد علي خلف رئيس نادي الصناعات الكهربائيه بخصوص انه كان سبب بعدم تبليغ ممثل نادي نفط الجنوب. ومن اجل اعطاء حق الرد اتصل بنا السيد علي خلف وطلب مداخله، وهو موجود حاليا معنا. السلام عليكم استاذ علي. وعليكم السلام حبيبي ابو علي، استاذ حسين المريض، وتمنياتي لك التوفيق في برنامجك. شكرا جزيلا. استاذ علي، انت طلبت مداخله بخصوص كلام السيد عباس فاضل يوم امس، واللي اتهمك بانك كنت سبب بعدم تبليغه بحضور في اجتماع رابطه انديه الدوري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن نارم شاكر. امس كانت المداخلة من الكابتن عباس فاضل، هذا الكلام غير دقيق. ما يخص بين تم تبليغ السيد محمد الهاشمي بتبليغ نفط الجنوب بالحضور. طيب، اول شيء معلش اوضح لك موضوع. اليوم من صار الاجتماع قبل 3 ايام، كل القنوات السبتايتل، كل التواصل الاجتماعي اعلن هذا الاجتماع. هل معقولة اليوم الاخوان ما دروا هذا الاجتماع؟ هاي وحده. ثاني شيء، احنا عندنا جروب محمد الهاشمي ما بلغ شال التليفون وبلغ شخص او نادي ذكرها بالجروب. طيب، هاي وحده. اي دخل للاستاذ شرار حيدر موقفش منه نهائيا. طيب، ليش ذكروا اسامي كابتن شرار حيدر وعلي خلف ومحمد الهاشمي؟ شنو السبب؟ ما ادري شنو ربط الموضوع. كابتن شرار تحياتي له، ما له دخل حق موضوع ما يخص نفط الجنوب. طيب، رجال قاعد حال باقي الناس. اكو بعض الاخوان اتصلوا ما ادري بالمواقف السابقه وما حصلوهم، بس ما ينذكر محمد الهاشمي تم تبليغ السيد على خلاص تبليغ اداره النفط الجنوب. هذا مو كلام، مو صحيح كلام، مو صحيح من عباس. وهم اليوم هي مؤقتة، لازم يكونوا متعاونين ويدخلون، اول ما يدخلون بالمشاكل والمغاترات مع الانديه. لا، مشاكل ومهاترات مع الانديه بسبب موضوع الرابطه. لو منو يمثل نادي نفط الجنوب بالتحديد، الهيئه الحاليه ام يعني المؤقته ام السابقه؟ يا حبيبي يا ابو علي، احنا ما مثلنا لا مؤقته ولا السابقه، احنا موضوعنا موضوع تبليغ. هو رجال يكتب يقول ليش ما بلغتوني؟ قلت لك يا اخي، هو قبل 3 ايام الاجتماع كله العراق كله الوسط الرياضي كله يجاك اجتماع، هل معقول نادي كيان ما يدري بالاجتماع؟ طيب، بالنسبه لموضوع الرابطه وعدم تبليغ نادي نفط الجنوب، وانت سمعت الكلام اللي حدث يوم امس، انا اريد اكرر هذا السؤال المهم، خصوصا انه كابتن علي خلاف، انا اللي سمعته البارحه انه انت قلت انه احنا ما نعرف منو نبلغ، الهيئه المؤقته الحاليه او الهيئه المؤقته السابقه. طيب، انتم بهذا الموضوع، موضوع الجروب اللي خاص بالانديه، قررتوا من يدخل حاليا لو خلص الموضوع يعني بقى على ما هو عليه؟ لا، خلاص الموضوع المؤقت اليوم الاخ العزيز باعلان الرد دخل بالجروب وبعد مثلنا نفط الجنوب. طيب، واتفقنا بلغنا احنا بالجروب كل من يجيب كتابه هو ممثل عن كذا نادي، خلاص هو اليوم دخل بالجروب وراح يبلغ حال اي نادي موجود. طيب، خلينا نستثمر تواجدك ويانا بسؤال، متى موعد وصول مدرب فريق الصناعات عماد عوده وموعد استئناف التدريبات بالنسبه لنادي الصناعات؟
اعتذر انا ابارك للوسط الرياضي بعودة النشاط الرياضي، والحمد لله والشكر الانديه وانتم الضغط صار على خليه الازمه ساعدتونا بهذا الشيء لممارسه النشاط، وان شاء الله نمارس وتبدا المسابقه وننجح المسابقه وتعود الحياه للعراق والعراقيين والناس تفرح بهذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله. هذا ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله راح يوصل لبغداد المدربين، راح ان شاء الله يوم الاثنين او الاحد راح ننطلق الوحدات التدريبيه، جهزنا كافه اجهزه التحضير والوقايه وان شاء الله بالتوفيق لنادي صناعات كهربائية وجميع أنديتنا في رحلة الاستعداد للدور الممتاز. وشكرا للأستاذ علي خلف رئيس نادي صناعات الكهربائية. اليوم كان هناك اجتماع خاص بين مدرب منتخب الناشئين عماد محمد اللي يعتبر هو نائب رابطة اللاعبين الدوليين مع السيد وزير الصحة بخصوص تسليم فندق العمدة اللي هو يعود يعني للكابتن عماد محمد بعد أن سلمه إلى صحة كربلاء. الكابتن عماد محمد استغل هذا الموضوع بزيارته مع السيد وزير الصحة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة، وهذا الموضوع يعني أثمر عن توقيع كتاب رسمي بعلاج جميع المرضى من اللاعبين الدوليين على نفقة وزارة الصحة مثل ما موجود أمامنا في الصورة. فأعتقد أن هذا الموضوع موضوع إيجابي جدا. وبالحديث عن الكابتن عماد محمد، اليوم كان عندنا لقاء مع الكابتن عماد محمد للحديث أكثر عن هذا الموضوع، نتابع وراجع لكم. قامت رابطة اللاعبين الدوليين بإرسال كتاب طبعا بيدي الشخصي إلى معالي الوزير، الطلب من معالي الوزير أنه يقدم لنا تسهيلات لعلاج اللاعبين القدامى وعوائلهم مجانا في جميع محافظات العراق. طبعا معالي الوزير لبى الدعوة مباشرة وقام بتوقيع الكتاب ووجه مكتبه بإجراء اللازم خلال الفترة الماضية ونشر الكتاب في جميع محافظات العراق لتسهيل أو لإجراء التسهيلات لكل نجومنا الرياضيين القدامى اللي خدموا المنتخبات الوطنية. يعني أعتقد أن الكابتن عماد محمد خلال فترة فيروس كورونا كان مثال يحتذى به من خلال التعاون الكبير، من خلال المساندة الحقيقية اللي أجراها سواء في محافظة كربلاء أو حتى هنا في بغداد. فألف تحية للكابتن عماد محمد على جميع الجهود اللي يبذلها، وبالإضافة إلى أنه هناك موضوع مهم أنه رابطة اللاعبين الدوليين والحمد لله اليوم شفناها بدأت تشتغل، أكو اجتماعات وبعدين كانت في سبات عميق خلال الفترة الماضية واللي اتهمت بأنها جاءت من أجل أهداف انتخابية فقط. اليوم أيضا استثمرنا تواجد المدير الإداري لمنتخب الناشئين محمد ناصر شكرون، وسألناه عن موضوع الهيئة الإدارية لنادي الميناء وعودته من جديد إلى الإدارة بالإضافة إلى السيد جليل حنون. أعتقد أنه هذا الموضوع اللي يعتبر يعني شغل الشاغر في محافظة البصرة بخصوص عودة عدد من المرشحين في انتخابات نادي الميناء. موضوع الميناء لحد هذه اللحظه ما انحسم، اكو كان قرار بعوده الاعضاء الاحتياط، احنا يمكن 3 اعضاء احتياط، انا احتياط اول بالاضافه الى اخوان وياي، لكن ننتظر قرار من اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه اعطتنا كتاب، لكن تعرف في الفتره الاخيره انه اللجنه الاولمبيه عليها بعض التقاطعات بعض الاختلافات، وهذا كله يرجع بالتالي احنا نعتب على إدارة نادي الميناء. احنا جايين نخدم، ما جاي ضدهم ولا جاي نخدم هذا النادي، هذا الكيان أكبر من كل الأسماء اللي موجودة، لكن إن شاء الله بالأيام القادمة راح يكون هناك حديث آخر بالعودة إلى إدارة نادي الميناء وانتخابات نادي الميناء. يعني هو موضوع سهل جدا، أنه هناك استقالات من بعض الأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الميناء وفي أعضاء احتياط، وحسب القانون قدموا كتاب الى اللجنه الاولمبيه سابقا بالاضافه الى وزاره الشباب والرياضه، واعتقد انه هذا استحقاق طبيعي، انه محمد ناصر هذا الانسان اللي خدم نادي الميناء وخدم المنتخبات الوطنيه، اعتقد انه استحقاق طبيعي انه عضو احتياط يرجع يعني في اداره نادي الميناء، والكل يعرف ويشهد بكفاءه الكابتن محمد ناصر شكرون. قبل ما نذهب الى محور الحلقه وصلتنا رساله من الاخ مشتاق كاظم يقول السلام عليكم تحيه طيبه. أستاذ كاظم محمد أبو شوقي يسلم على الجميع ويشكر جميع من اتصل به والحمد لله وبصحة جيدة، ويشكر جميع الرياضيين ويشكر جميع الإعلام بعد إجراءه لتداخل جراحي. ألف سلامة لأبو شوقي المعروف بأبو الرياضيين. اليوم
كان اكو هناك كتاب مهم خرج من اتحاد كرة القدم ومن اللجنة التطبيعية الى جميع الاندية والى جميع اعضاء الهيئة العامة في اتحاد كرة القدم، يستفسر فيه عن مدى صحة تسليم كتب رسمية وتأييدات الى السيد نزار احمد مثل ما موجود امامكم. هذا الكتاب اللي احدث ضجة كبيرة، خصوصا انه بعض الاندية حسب ما وصلني رفضت ان او ترفض ان الاجابة على هذا الموضوع بسبب انه يعني ماكو اي سند قانوني لإجابة الهيئة التطبيعية. هذا الكتاب الموقع من السيد محمد فرحان الامين عام للجنة التطبيعية، اعتقد انه هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، خصوصا ان احنا ناقشناه خلال الحلقتين الماضيتين بخصوص تكليف السيد نزار احمد من بعض اعضاء الهيئة العامة ليكون مستشار قانوني بعد رفع دعوة في محكمة الكاس بخصوص قضية السيد عدنان درجال. للحديث عن هذا الموضوع وعن محاور اخرى، انا ارحب بضيفنا الموجود في الاستوديو السيد شرار حيدر رئيس الهيئه الاداريه لنادي الكرخ. اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ حسين، جميع مشاهدين قناه العراقيه الرياضيه الكرام. هذا الكتاب وصلكم اليوم؟ اعتقد اتصل بي الموظف ووصل على الايميل. راح تجاوبون؟ لا بالنسبه للهيئه التطبيعيه ليش؟ شنو السبب؟ كتاب يعني استفسار؟ لا ما مجبرين نجاوب يعني عليه بكتاب رسمي، لان حريه الهيئه العامه تقدر تكلف اي مستشار قانوني في اي موضوع، فما مجبرين احنا نجاوب. بالنسبه لنا كنادي الكرخ نعم احنا مخولين طبعا نزار، المحامي نزار، لان احنا عندنا مشاورين قانونيين يعني محليين. طيب. ويحتاج لنا مشاور قانوني خارجي. نعم. وطيتوا تأييد كنادي الكرخ كامل كممثل للنادي في قضيه شنو؟ في الدفاع عن حقوق النادي في الهيئه العامه في اي تخويل عام يعني في اي موضوع احنا نقدر نكلفه به. صريح. ما يحتاج هو الانسان من ياخذ قرار انتهت. لا يعني والبعض هو مطي تخويل يقول لك انا ما لا استاذ حسين احنا البعض هي يعني مشكله يعني ما تقدر تحكي بالنيابه عن البعض، ولكن نعم اما منطين تخويل يقول لك انا ما منطي، خايفين من رده الفعل او غيره. بالعكس انت اكون واضح حتى من على الجهه الاخرى، يعني هسه من التطبيعيه سالوا اكون واضح وياهم. بالعكس وين المشكله يعني؟ فنعم يعني اعتقد انه هذا هسه جواب رسمي للاستفسار امام وسائل الاعلام، بس ما راح تجاوبهم بكتاب رسمي. لا احنا ما نجاوب كتاب رسمي، يعني ما مو من واجب التطبيعيه تسالنا هل انتم عينتوا هذا المحامي او غيره. طيب ليش هذا الكتاب طلع؟ شنو السبب وشنو الغايه؟ حقيقه ما ادري يعني بالنسبه لي اذا يعرفون يعني هو كخطوه اداريه مو صحيحه. يعني بغض النظر هسه اذا يريدون يقولون مع يعني يتهمون المحامي انه ممكن مدعي انه هو مخولي بعض الانديه او هاي حتى يتاكدون من هذا الشيء الظاهر، بس انا اعتقد كخطوه اداريه مو صحيحه. لا اطلاقا، لان هذا الكتاب اذا وصل الى الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي يعني مو شغلهم. اها يعني بالنسبه لي كنادي او عضو هيئه عامه انا اخول اريده، محامي غير محامي، موظف. طيب ليش خولتوا نزار احمد؟ كابتن شرع انت تعرف اكو لغط على السيد نزار احمد بهذا الموضوع، شنو السبب والغايه لتخويل السيد؟ حتى انا ترى يعني بالنسبه للاخ نزار ما عندي علاقه يعني. لا ليش خولته؟ وكانت يعني اكو فجوه كبيره بيني وبينه يعني خلال الفتره السابقه الماضيه، وانت تعرف يعني. وبالنسبه لي انا احترم الناس ما اتدخل بخصوصياتهم. بالنسبه لنا يعني هو المطلع على الاتصالات والمخاطبات مع الاتحاد الدولي ويعرف الصيغه وصار له سنين يعمل، فبالنسبه لنا كاعضاء هيئه عامه وكنادي ممكن يسهلنا هواي امور. بعدين اكو هواي شكاوي دوليه دا تجي على الانديه العراقيه، والانديه العراقيه تقف عاجزه يعني ما عندها الانسان اللي يمثلها ويقدر يدافع عن حقوقها. فلهذا يعني بالنسبه لنا قرارنا في توكيل الاخ نزار انا اعتقد كان موفق، بالنسبه لغيرنا ما اعرف يعني. زين هذا التوكيل جاء رد على اقاله السيد نزار احمد من منصبه القانوني في اتحاد كره القدم وتسميه السيد اياد بنيان لاستلام الدفعات القانونيه في قضيه محكمه الكاس او القضايا الاخرى؟ ما اعرف انا هاي المعلومه. يعني كتاب رسمي خرج من الهيئه التطبيعيه باقاله السيد نزار احمد وتسميه السيد اياد بنيان لاستلام الدفعات القانونيه الخاصه بقضيه محكمه الكاس. انا ما اعرف هاي المعلومه، بس من حقهم التطبيعيه يعني ياخذون القرارات المناسبه لهم كمؤسسه، ومن حقهم يسمون الشخص اللي يريده، ما ممكن احنا نعترض يعني. بس يعني هل السيد اياد بنيان يعني قانوني مثلا ممكن
يعني وفقط لاستلام الدفعات القانونية كشخص مخول. مخول للاستلام طبعا. ممكن يعني من حقهم، لأن يعني يريدون مثل رسائلهم ما تطلع أو المخاطبات مالتهم ما تطلع خارج مؤسستهم، ما تقدر تحاسبهم مؤسسة، هم وكيان ويقدرون يعني يعملون اللي يريدوا. طيب البارح كانوا عندك تصريح عرضناه في البرنامج بخصوص موضوع نزار أحمد، إنه كل ما يذكر نزار أحمد يقولون شرار حيدر. هو بالعكس هذا الموضوع أنت لامس. لا لا هن هواية أمور يذكرون شرار حيدر حقيقة. أنا بالعكس يعني هاي الفترة آخر سنتين ونص يعني ما عندي، أنا شايف الأخ نزار مرة واحدة من رحنا المحكمة الكأس بخصوص مباراة العراق والسعودية، احنا رجلناها خارج المملكة العربية السعودية، هم طالبوا ان تكون داخل المملكة. صح. هاي المرة الوحيدة اللي شفت بيها الاخ نزار، وراها يعني انقطع الاتصال سنتين حقيقة. اي اتصال تليفوني ماكو؟ لا اطلاقا. طيب. تقدر تسأله يعني الرجل بالعكس، فما عندي ذيش العلاقة القوية بالاخ نزار، وحتى مو اني مثل كان السبب جبته للاتحاد او دخل في اتحاد كره القدم او صار حتى من استقاليه ثاني هو مشاور قانوني للاتحاد يعني، فما عندي ذيش العلاقه وياه. طيب التصريح هذا يعني اللي العلاقه الان اصبحت مهنيه فقط يعني. طيب التصريح اللي عرضناه امس البارحه كان تصريح ناري انه اروح للفيفا في ليش؟ حال تطلب الموضوع. لا ما هو لان اكو تدخل. لا بالعكس سميته بين قوسين بالحكومه في نعم استاذ كره القدم. هو ماكو تصريح. ليش هذا تصريح؟ بس هو ماكو تصريح ناري يعني. أنت اليوم تدافع عن حقك في الهيئة العامة. أي تدخل حكومي في موضوع كرة القدم يمنع الفيفا جملة وتفصيل. صح. اليوم من يصير ضغط من مؤسسة الدولة من وزارة الشباب على الأندية أو يتصلون مسؤولين من الوزارة شخصياً بالأندية أو يضغطون على المحافظين أو يضغطون. أكو هذا الموضوع؟ طبعاً. كل أنتوا الإعلام تدرون. كل الإعلام يدري. الأغلبية العظمى. الأغلبية العظمى يدرون، الوسط الرياضي يدري، الأندية يدري، بس إيش كم واحد يقدر يتكلم صح؟ من أني أتكلم هذا الكلام؟ يعني أنا مو ضد هذا الشيء، يعني مو ضد الشخص، ولكن أني أكون ناصح إنه هاي تدخلات حكومية والاتحاد الدولي يرفض. خلوا الأمور تمشي طبيعية، خلوا التنافس يمشي طبيعي، واللي يفوز كنا نبارك له، وحتى نجنب العراق هواي أمور يعني. لأن هذني بديهيات أصبحن ما إحنا يوميا نعيدهن، لهذا يعني هسه الناس يعني تقول لك نعم الرجل صريح، أنا صريح يعني إذا يطلب الأمر نعم يعني أذهب وأقول إنه هناك تدخلات. نعم. أكو تدخل في هذا الموضوع في نادي الكرخ؟ صار عليك وسيلة ضغط؟ لا في نادي الكرخ لا. لعد وين صار؟ بأي أندية؟ أنت صريح. طب هسه نفط الجنوب مثلا. نفط الجنوب. نعم هاي واحد نفط الجنوب، الأندية الأخرى يعني مثلا هسه نادي الرمادي، هذا موضوع نادي الرمادي. لا لا هسه احنا حددت للجمهور. لا لا اي محادثه. شنو اللي صار في قضيه نادي الرمادي اللي انت تكلمت عنها؟ السيد الوزير كان قبل بيوم في محافظه الانبار لمناقشه واقع الشباب الرياضه عدنان درجال. نعم في لمناقشه واقع الرياضه في المحافظه، ومن حقه لازم يعني كوزير يزور واجباته كوزير طبعا يزور المحافظات يشوف الرياضه، لان يعني هواي انهملت حقيقه. ثاني يوم يصير اجتماع من رئيس النادي الأخ عصام الديوان وأيضا المستشارين وأيضا السيد المحافظ يتنازل، يعني ضد كل الأنظمة والقوانين والتعليمات، لأن الهيئات الإدارية بالأندية تجي بانتخابات، وإذا يريد الشخص يدخل للعضوية الهيئة العامة لازم يكون قبل سنة ويدفع اشتراك يجي، وعصام الدخيل يعرف القوانين والأنظمة يعني صار لسنين يعني هو مو يعني قليل معرفة في هاي الأمور، فمن يقعدون باجتماع ويتنازل للمحافظ يتنازل كونه رئيس ويصير عضو بدون انتخابات بدون تعليمات بدون ضوابط، بعدين السيد المحافظ يرفض، بعدين الهيئة الإدارية يقولوا له لا احنا نصر عليك، بعدين يوافق، بعدين شي يقول لا راح اجيب 5 سوبر للرمادي. طيب اذا عندك هيك امكانية ليش هامل نادي الرمادي؟ صار لكم سنين نادي اللي يمثل المحافظة، النادي اللي يطلع لاعبين منتخبات وطنية ومثله الأندية الكبيرة في بغداد، ليش هامليه؟ يعني أنت ما احتراماتي هذا جهل بالقوانين لو أنت لا 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 مو جهل. زين شنو ربط العلاقة الزيارة بهذا الموضوع؟ هسه ما أعرف شنو الربط، ولكن مثل بعد هذا التصريحات وزارة الشباب صامتة،
زين ليش في نفط الجنوب او في الانديه الاخرى دخلت وزاره الشباب؟ ليش في هذا عند الموضوع عند الدائره البدنيه؟ نعم عند الدائره البدنيه المسؤوله حاليا عن الانديه. الدائره البدنيه غيرها المفروض يقولون لهم اوقفوا اوقفوا، يعني اكو تعليمات وضوابط، احنا بلد ديمقراطي ودستوري واحنا نعتمد على الانظمه والقوانين النافذه. هذا الموضوع ما ممكن يصير بعدين طلع بالاعلام وعلى التواصل الاجتماعي. هاي اساءه يعني كتاب رسمي بهذا الموضوع مو صحيحه يعني. طبعا صرح السيد عصام الديوان رئيس عصام الدخيل العفو رئيس النادي، فمو صحيح هذا اللي يصير، مو صحيح، لان هذا استخفاف بالانظمه والقوانين، مو صحيح. وهذا اللي يسميه انت تدخل بين قوسين حكومي؟ لا لا، اكو تدخل هو يعني مو بس هاي. بعدين اكو نظره انه الوزاره هي تقود التطبيعيه، حتى من موظفين كبار في وزاره الشباب دا يتكلمون هذا الكلام. مو انا ضد شخص ولكن مو انت صحيح. تشعر بهذا الموضوع انه اكو تدخل؟ نعم اشعر. الاغلبيه العظمى من الاعلام الرياضي يعرف، الانديه تدري يعني، او بعدين اكو كلام داخل انديه يعني امام الانديه وامام رؤساء انديه. منو التدخل؟ من وزارة الشباب. من إيمانه بوزارة الشباب؟ السيد وزير الشباب. أها. هسه من دا أتكلم أني، بالعكس أكثر واحد يتمنى النجاح لوزير الشباب إحنا رياضيين، أني بالذات، لأن تربطنا علاقة يعني كبيرة 35 سنة، زميلي الكابتن على المنتخب، كابتن على النادي، المدرب مالي اللي أني كنت لاعب وهو كان يعني نائب رئيس نادي أو عضو إدارة في الاتحاد، انتخابات مرت وانتخبنا. بالعكس أنا أريده ينجح ولازم ينجح، احنا الرياضيين نتمنى ينجح يعني. بس هو يعرف يعني السيد الوزير يعرف انه التدخل في موضوع كرة القدم يمنع الفيفا، لان هو الان ما يحسب مثل عدنان درجال اللي سجل هدف على كوريا من نص الملعب، اللاعب غير الإدارة، او الشبه الوسط او قلب الدفاع المتميز في تاريخ كرة القدم العراقية، ما يعتبر. هو الان يعتبر انه وزير شباب وهي منصب سياسي ويمثل مؤسسة، واحنا نظام يعني توافق سياسي ومحاصص سياسيه، فانت اليوم من تمثل منصب سياسي انتهت، انت مسؤول حكومي او رشحتك جهه سياسيه او كتله سياسيه وامامك كتل اخرى معارضه يعني ممكن. فعمليه التدخل في كره القدم مو صحيح يعني. طيب مو صحيح، نصيحه هاي يعني. طيب انت ذكرت نفط الجنوب، الاخ عباس الفاضل يقول شنو التدخل الحكومي بشان نفط الجنوب؟ هو عضو اداري في نادي نفط الجنوب. انا اقول العباس فاضل البارحه قال شرار حيدر، انا بالنسبه لي حتى اقول لك صدق، انت البارحه ذكر اسمك. اول شيء انا البارحه اصلا ما ردت اروح للحقيقه يعني للاجتماع، اجتماع رابطه الدوله. نعم ممتاز. نعم انا كان عندي شغل، فجاني الاخ ابو سجاد للنادي وقال لي احنا جزء، قلت له هاي، ورحنا متاخرين وقعدت حالي حال الاخوان، ولا انا كنت في اللجنه اللي كتبت مسوده النظام الداخلي، موجودين الولد كلهم، ولا انا لبلغ، لان المسؤول على جروب الانديه هو الاخ ابو سجاد الاكبر عمرا. فالبارحه مو من الطبيعي ولا من يعني الشيء الزين انه يتم مهاجمه الاستاذ محمد الهاشمي ابو سجاد في الاستوديو، لان او يتهم بشغله هو ما له ذنب بيها. لهذا هو كان مؤدب جدا وما رد يعني. طيب ولا يجي اسمي، بعدين لو اسمي موجود كان ذكرت، وخلي يعرف عباس فاضل يعني انه ما مره اجى نفط الجنوب الى بغداد اذا ما اتمرن في نادي الكرخ او عسكر في نادي الكرخ سابقا بدون مقابل مادي. بعدين هو ذكر انه محمد ولي صديق الشرار حيدر، أنا أقول لك غلطان، محمد ولي بمثابة أخ لشرار حيدر. أها. ولاعب منتخب وطني محمد ولي، وخدم النادي وخدم الرياضيين، وبالنسبة لي الهيئة الإدارية السابقة كلهم أصدقاء وأعزاء جدا، وحتى على نيروز وحتى الأخوة الآخرين هم أصدقائي، وما راح تتبدل المعاملة. طيب وين التدخل؟ فعمري أنا هسه أقول لك، عمري ما تدخلت في شأن أي نادي نهائيا. اما التدخل من سمت مثل وزاره الشباب الهيئه او صدرت كتاب انه هاي الهيئه المؤقته، مو من حقها يعني، ما منطيها القانون النافذ صلاحيه. بس لجنه الشباب الرياضه اصدرت كتاب، ما له علاقه، انا عندي القانون النافذ اللي ما ينطي لوزاره الشباب الحق في حل الهيئات الاداريه وتشكيل هيئات مؤقته. قانون ايش قد؟ 1686 موجود، هو النافذ. فانا استغربت لان هذا يعني، بعدين انا تكلمت ويا الاستاذ عباس عليم، فقال هم لانها هي عامه، هم هي عامه، هم الطالبه وماكو هي عامه ومصاير انتخابات، ف
فما تدخلنا نهائيا. بس مو صحيح هذني اخطاء اداريه مو صحيحه فهذا الموضوع. فما ممكن احنا كانديه نتدخل. طيب خلينا نسالك. نعم. اكو حاليا حركه من اجل انه المصالحه خلي اسميها بين السيد شرار حيدر ووزير الشباب والرياضه عدنان درجال، اكو محاولات؟ ليش احنا شنو مزعلين؟ اكو فجوه بيننا. لا فجوه في وجهات النظر استاذ حسين اطلاقا. طيب عدنان درجال بالنسبه هذا لي، بس اسمح لي، عدنان درجال بالنسبه لي اخ وصديق وزميل اكبر وانا احترمه جدا، هو يعرف يعني مواقفنا مشتركه ومواقفي وياه مشتركه كثيره يعني، وانا اتمنى له النجاح وجدا احترمه يعني، فما عندنا زعل. ولكن الاخ اياد بنيان قبل 4 أيام والاخ ابو سجاد محمد الهاشمي اتصلوا بي قالوا انتم ما يصير لحد الان يعني ما تقعدون او ما تباعدين او ما تتصلون، مو صحيح. فجوابي نفس الشيء، قلت لهم احنا اخوه اصدقاء يعني على المستوى الشخصي، على المستوى وجهات النظر والعمل صار عندنا شويه اختلاف، لان انا ناصح محب يعني مو 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 خصم ولا معارض، بس انا ناصح ومحب. فقالوا تقعدون وانت باعتبارك اصغر نروح لمكان الاخ عدنان درجال. قلت لهم حاضر، وين المشكله؟ بالعكس قبل 4 أيام هذا. ايوه قلت لهم يا ريت، بالعكس ما عندي مشكله، ما عندي مشكله انا نهائيا يعني، وانا متاكد يعني الاخ عدنان درجال ما عنده مشكله. طيب بالعكس. شنو اللي صار؟ اللي صار اعتقد الاخ اياد بنيان مر بوعكه صحيه، انا بقيت انتظر في النادي، الاخ ابو سجاد بقى ينتظر في البيت حتى يتصلوا، وتحدد الموعد يعني 7 العصر، ولكن قالوا له نتصل، فصارت 7 7 وربع ما اتصل. فقلت له ابو سجاد خلاص يجوز عندهم ظروف، يجوز تدري ما تقدر تحكم على الناس يعني. صح. كل انسان يعني ظروفه تختلف، ورجعنا للبيت. هذا اللي ما صار اللقاء. لا لا هذا اللي صار. طيب بالمستقبل اكو لقاء راح يصير؟ والله قادر انت بالاتصال بالسيد عدنان درجال؟ هو الرجل خلنا نشرح الموضوع. لا لا خلنا اقول لك استاذ حسين حتى للامانه يعني لازم اكون صادق امام الناس، والرجل ما قصر من كنت مريض انا وعائلتي بفيروس كورونا. الرجل اتصل 3 مرات ما قدرت اجاوبه. وبعث رساله وما قدرت اجاوبه حقيقه. وبعدين اتصل بالسيد امين المالي في النادي، وانا شكره يعني سمير المسوي. نعم وانا شكره على اهتمامه، وانا مقدر هذا الشيء. كابتن رعد حمودي اتصل، واشكر كل اللي اتصلوا يعني. فالرجل في هذا الموضوع ما قصر يعني، لازم اقول الحق يعني في هذا الموضوع، في الواجب ما يعني ما قصر. مثل ما انا من صار وزير رحت زرته ويعني باركت له، فهذني هذني مسائل اجتماعيه واجبات احنا نسويهن. فالرجل ما قصر في هذا، فما عندي شيء شخصي صدقني نهائيا بالعكس. وشي يريدني اسوي يعني ونعمل كنا حتى ينجح كوزير احنا حاضرين ومتطوعين. طيب ليش هاي الهجمة الموجودة على شرار حيدر؟ اكو هجمة في وسائل الإعلام وفي لا مو كلها، لا مو كلها مو كلها مو كلها، لكن هي طاغية. هلا اكون وياك استاذ حسين. لا خلنا اقول لك هاي الهجمة اكو هم يصورون. لا هاي الهجمة اكو وراها. اي طبعا اي طبعا اي طبعا. وانت صريح اليوم اذكر انه لا لا طبعا، حتى التهديد هو من نفس الاسلوب. تهديد؟ اي طبعا اللي جاني التهديد قبل فتره ويعرفون كلهم يعرفون من يعني. من من وجهك التهديد يعني اجى سالي والاعلامي عندي في النادي هم نفس الشيء. المهم بخصوص شنو هذا الموضوع؟ المهم يعني تتكلم على فلان وفلان وانتم يعني نفس الشيء. انا يعني ما اريد اذكر تفاصيل حتى ما امس زملاء. انا يعني هاي يعني أخلاقي. تعرف اللي يهدد؟ اي طبعا هاي اخلاقي وتربيتي يعني. فخلنا اقول لك الهجمه يصورون دول اهل المواقع او اللي يكتبون انه هم دا يخدمون الطرف الاخر اللي هم مثلا التطبيعيه او كابتن عدنان او غيره. فمن يهجمون هو شو وقت بدا الهجوم؟ من قلت انا راح ارشح واكمل مشروع المرحوم احمد راضي الله يرحمه فقط. ما هجموا علي مثلا من وقفت مع كابتن عدنان سنه ونص، او من شهدت في المحكمه، او من شهدت قدام الاتحاد الاسيوي، او من كانت يعني استقاليت من الاتحاد، او من قبلها وانت موجود كنت، من كنت داعي عدنان درجال كمدرب للمنتخب الوطني، او من عرضت على الاخ عدنان درجال انه يجي يستلم نادي الكرخ لان انا تعبت. هذني كلهن ما هجموا من قلت ارشح. فهم يصورون يخدمهم بالعكس، هم بالعكس، لان حتى يعني المحبين دي شنجون علاقه بين 2 زملاء صار 35 سنه،
فهم ما دا يخدمون هذا الطرف صدقني. من ذول اللي انت قاعد تتكلم عنهم يعني المواقع الى تهدي؟ نعم بعض المواقع وبعض بعض الاشخاص اللي هم يعني قريبين من الطرف الاخر ودا يسوون قريبين من السيد عدنان درجال قريبين من الطرف الاخر. طيب اتصل بكابتن عدنان درجال اقول له يا كابتن عدنان اكو شخصيات كذا 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 هاي اسمائهم؟ ما يحتاج لان اعتقد هو يمكن ما يدري بالتفاصيل ولكن هي مبينه على التواصل الاجتماعي هو يتابع 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 طبعا ما كل يوم واحد ما يتابع التواصل الاجتماعي بس هو عنده مشاغل ما شاء الله هسه حاليا موجود بجولات اكو عمل حقيقي نشوفه كنا عندنا مشاغل وكنا شو اسمه بس الانسان يتابع الاعلام يعني حتى نكون هسه راح نرجع نقول ما حد يتابع لا تتابعون خاصه كل من باختصاصه فمن تصير هجمه على زميل اليوم هسه هجمه يوم يومين ثلاثه طبعا اكو ناس في الاعلام ممتازين يعني حياديين وكو أقلام شريفة وما تقبل ومبينها سي بعد الناس قامت تعرف يعني قامت تعرف منو اللي يميل إلى جهة أو منو اللي يريد يسوي الحملة فطبيعية بالنسبة لي أنا ما رديت وهذا وأنا يعني صحفي أنا خريج إعلام بس أنا ما رديت وعضو نقابة الصحفيين بس ما رد يعني لا رديت بالعكس خليه احنا الرياضيين متعودين طيب شنو يعني على كل شغله لازم يعني اراء تصير سلبيه وايجابيه طبيعيه جزء من حياتنا طيب صارت. كابتن شراء شنو صيغه التهديد اللي وصلك لك وزميل موجود عندك هذا التهديد احنا ما نريد نتكلم به صيغه التهديد انه انت تتكلم اي اي طبعا إيه انت تتكلم على فلان وفلان انتم اليوم راح هيك نسوي لكم وهيك نسوي لكم وهيك وهيك اللي انت تتكلمون وهيك وما تقعدون راحه يعني هذا رحت يعني للاطر القانونيه رحت يعني مثلا قدمت شكوى بلاغ بخصوص هذا الموضوع؟ اي نعم لازم وصلت لنتيجة؟ لا يعني ما اريد نتكلم في هذا الموضوع هذني مواضيع خاصة جدا طبعا بس للأسف هو على موضوع الترشيح وغير الترشيح طيب موضوع الترشيح انت رايح بهذا الاتجاه دون رجعة الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم اي نعم واكمال مشروع الراحل احمد راضي؟ نعم احنا بصدد هذا المشروع المرحوم احمد راضي بمتعلقات حقيقة على قطعة الارض فاحنا دا نشتغل بصمت عليها ان شاء الله تنحسم بتعاون الاطراف الاخرى. الموضوع الاخر موضوع الترشيح نعم وبعدنا احنا لحد الان ما نعرف يعني هسه لحد الان ما متحدد موعد الانتخابات وايضا مراجع موضوع النظام الداخلي وما نعرف انه هل التطبيعيه راح تمدد او لا فهذني كلهن امور مبهمه ومرت 5 أشهر يعني المفروض بعد شهر تنتهي المده. فالكلام في هذا الموضوع الانتخابات انا اعتقد السابق لاوانه بكثير يعني إيه. طيب بخصوص التمديد اكو نعم. كلام على التمديد والهيئه التطبيعيه نفت انه لها اي نيه بالتمديد الكابتن عدنان درجال في اربيل صرح انه الهيئه التطبيعيه قبل 3 أشهر انه الهيئه التطبيعيه عندنا التصريح يعني موثق انه الهيئه التطبيعيه يحتاج لها لا تمديد يحتاج لها بس هو مو جزء بالتطبيعيه يعني هو وزير شباب الرياضه ما مسؤول عن التطبيعيه اي بس كوزير مو صح يصرح قبل 3 أشهر اها طبعا مو صحيحه يعني مو صحيحه هم يعرفون مو صحيحه فاليوم من اذا يخاطبون تمديد وطبعا هسه لازم يمدد لان النظام الداخلي اللي هسه ما اجى فشو وقت يرجع النظام الداخلي شو وقت يعرض على الهيئه العامه باقي شهر على ها شو وقت يعرض على الهيئه العامه ايش وقت الصلح الهيئة العامة انه بيرجع يرسل الى الاتحاد الدولي انه بيرجع يلا يحدد موعد انتخابات فتحصيل حاصل راح يصير طيب اكو خبر انه كهيئة عامة بعض الاطراف وانت جزء من هذه الاطراف لكم نية لتغيير الهيئة التطبيعية عن طريق الاتحاد الدولي حتى نقلل التأثير المؤسسة الحكومية على هاي يعني موجود هذا الشيء يعني في النية مو اعتراضا على الشخص بس حتى يقل التأثير نزار أحمد يقود الموضوع؟ نزار ما يقود شيء. لا يعني. نزار محامي. هو المحامي الخاص بم. ما يقود. إيه لا الهيئة العامة اللي تقود. الفيفا. هسه جزء من الهيئة العامة شو اسمه لازم الهيئة العامة السلطة الأعلى. الرجل ممثل قانوني قاعد هو وساكت من أنت تكلفه يوافق أو ما يوافق فما يقود الرجل. طيب نسبة الهيئة العامة الموجودة في الرأي الذهاب باتجاه تغيير التطبيعية. شوف أستاذ حسين أكو ناس تخاف على مصالحها. وأكو ناس ما تقدر تواجه وأكو ناس لا يعني طبيعية ما عندها شيء تخسره وأكو قليلين جدا حقيقة يعني هم دائما يلعبون دور رجل هنا ورجل هنا هذا يقولوا له إيه وهذا يقولوا له إيه فكل شيء موجود بس النسبة اللي رايحة باتجاه التغيير حتى إذا واحد اليوم قالها الأخ نزار قال الشكوى السابقة على اتحاد كرة القدم من كان أستاذ ناجي حمود
يعني بدت برقم عالي، بعدين صارت ضغوطات وصارت شو اسمه بقوا ثلاثة بس كسبوا. اها طبعا عادت الانتخابات ورايحين باتجاه تغيير الطبيعية في الفترة. لا هسه ما مو بالضرورة يعني حقيقة مو بالضرورة إذا مشت الأمور. بس عندكم أسبابكم اللي أنتم. نعم يعني إيه. شنو هاي الأسباب اللي احنا موجودة؟ بس شوف النقطة الإيجابية بالتطبيعية يعني لازم أيضا نكون منصفين سادة حسين إنه الناس يستمعون من تناقشهم. أها. يعني أبد ما يعني من تذهب إلهم وتناقشهم الناس سهلين ويستمعون. ومن يشوفون اكو صح خطا في موقف او وجهه نظر يعدلوه. فانت من اكو ناس اكو تجاوب في هذا الموضوع واكو مرونه استاذ حسين. بالعكس خوب هاي شيء ايجابي. خوب انت ما تقدر تذكر فقط السلبيات. لا بالتاكيد الايجابيات هاي كلمه حق يعني. واخر اشهر لا والله متجاوبين ومتعاونين وبالعكس يعني. فمو بالضروره ممكن يعني نطالب الامور طبيعيه يعني حاليا. طبيعي اي طبيعي ما احنا ما عندنا مشكله. انا ذاك اليوم كنت يمهم بالمقر الاتحاد. اها طبعا. وقبل ثلاث ايام قبل يومين انا متصل بالاخ اياد بنيان اللي انا احبه واحترمه حقيقه. ابد مو عدواني حجي اياد يعني بالمناسبه يعني. لا شخصيه محترمه اي يعني او دكتور شامل كامل او الاستاذ محمد فرحان او الاخوه. ما احنا كنا زملاء في وسط رياضي واحد. نختلف في وجهات نظر ممكن ولكن تصير عداوه هاي مستحيل يعني. طيب علاقتك بالاتحاد السابق اكو تواصل حاليا موجود مع السيد عبد الخالق مسعود. الاخ علي جبار قبل ايام صرح انه قال مو كل شيء تربطوه بعلي جبار. اكو ناس تطلع تصرح وتحكي باسم علي جبار وهي الى الان يعني انا ما عندي اي علاقه بها ينذكر اسم علي جبار. حاليا عندك تواصل مع السيد علي جبار؟ اكو مشروع مستقبلي؟ لا الاخ علي جبار مبتعد تماما او يعني مبتعد رجل. بس من انصابيت نعم من تمرضت اتصل اكثر من مره. مبتعد عنك؟ مبتعد عن الكل. اها اتصل اكثر من مره. الاخ عبد الخالق مسعود اتصل اكثر من مره. الاخ كامل صغير اعضاء الاتحاد كلهم اتصلوا يعني كلهم حجي علي الاسدي غالب الزداملي كلهم اتصلوا. علاقتك طيبه بهم بالرغم من انه انت كنت سبب في قضيه تقديم استقالاتهم بسبب الشهاده اللي ادليت بها في المحكمه. اي نعم انا كنت السبب. انا حسمت الموضوع شهادتي حسمت الموضوع. دائما بيضه القبان شرار حقيقة. لا والله مو بيضه القبان ولكن انا من اجاني الاخ عدنان درجال ويعني وطلب وقال ومن قال لي قلت له هاي الحق. قال لي خلص قولها بس بالنتيجه يعني رحت سويت ملحق لشهادتي قبل يومين يعني بعد داس اريد اسوي ملحق. اي نعم خصوص شنو؟ مستجدت اكو معلومات يعني اكو شخص طلع بالتلفزيون يعني صوره وصوت وقال انا كتبت القانون فامام الله انا حالف قران لازم اروح اغير يعني اسوي ملحق. منو هذا اللي قال كتبت القانون؟ الاخ نزار. نزار احمد؟ نعم. طيب وهاي شهادتك شنو راح تغير بالموضوع؟ ما اعرف. لا هو الاخ عدنان درجال تنازل عن القضيه اصلا يعني. تنازل في المحكمه؟ نعم. بس هذا الشهاده مالتك اللي الابديت اللي سويته انا بالنسبه لي امام الله انا من تتجدد معلومات عندي انا كنت مستقيل. لا راح تغير في مسار القضيه؟ لا ما هو متنازل الاخ عدنان متنازل اصلا يعني. طيب وقضيه محكمه الكاس هذا الموضوع اللي الشارع الرياضي على مدار سنه كامله هو مشغول في قضيه محكمه الكاس وراحت محكمه الكاس وجدتي والى الان سنتين القرار ماكو ما اعرف يعني انا بالنسبه لي ما دخلت في هاي المحكمه. بس انت تتساءل اكيد يعني. لا انا اعرف انا اعرف الاجراءات وانا من الاول يعني اللجوء للقانون مساله طبيعي حق طبيعي ولكن محكمه الكاس تطول ودائما يعني ما اعتقد تحسم الامور نهائيا فصار لها سنتين وما انحسمت الامور ليه هسه. هو هذا السبب اللي يريد. بينما المحاكم الداخليه بالعكس حسمت امور هوايه. كابتن اكو قضايا في محكمه الكاس احنا نتابع يعني نعم. الشان الرياضي والكروي نعم. بعد قضيه اتحاد كره القدم يعني قضايا دوليه اخرى انحسمت نعم. وخلصت بس قضيه اتحاد كره القدم الى الان ما محسومه. ما اعرف بالنسبه لي انا اقول نلجأ الى بالمستقبل نلجأ الى القضاء المحلي افضل هوايه. اها طبعا افضل لان حسمت هواي امور واحنا قضانا يعني اعاده تشكيل حكومه يعني محكمه رياضيه جديده. اي هي كانت موجوده في الملغاء. اي صح ضروره لان الرياضه اصبحت مهمه جدا للمجتمع العراقي يعني جدا مهمه حتى للفرد العراقي. اليوم الرياضه علاج مجاني حتى في جائحه كورونا يعني يوصل المصاب بممارسه التمارين الرياضيه او تمارين التنفس
او لازم تسوي رياضه. احنا هاي الثقافه كانت في المجتمع ما عندنا حقيقه. هسه الان المجتمع العراقي بدا يوعى انه من يشوف ناس تلعب رياضه ما يباوع لهم في نظره اخرى، لان جزء من العلاج في كل الامراض حتى اذا مشي. فاليوم الرياضه بهذا الحجم بهاي الاهميه في المجتمع العراقي، ومحكمه لفض النزاعات رياضيه متخصصه في العراق ما موجوده، اجت فتره وبعدين تم الغائها. مو صحيح؟ صح. نعم. طيب انت اكثر شخص يمكن يطلب للشهاده وتروح تشهد بشكل طبيعي، اكو يعني لا طلبني فقط الاخ عدنان درجال في قضيه ورح اشهد. وانا تقول حتى اذا اروح للفيفا طبعا حتى امنع موضوع تدخل. نعم. في اي قضيه تروح تشهد؟ لا انا ما قبلت اشهد في محكمه الكاس، وما قبلت اشهد في موضوع الاخ ستار الزوير والدكتور صباح رضا. ما كنت طرف في الموضوع اطلاقا ولا كنت طرف في الموضوع. طيب كنادي الكرخ الخطوة المستقبلية كرئيس الهيئة الإدارية وممثل له في الهيئة العامة، الخطوة المستقبلية للهيئة العامة في قضية الانتخابات، أنت قلت أن ننتظر الجواب من الاتحاد الدولي بخصوص النظام الداخلي، لكن الموضوع إذا يتأخر رح تناقشون هذا الموضوع، تدزون كتاب للتطبيعية ليش الموضوع حتى يخاطبون الفيفا؟ أكو في مخيل الشرار. لا، الفيفا عندها جداول زمنيه، الفيفا تاخذ وقتها في دراسه النظام الداخلي. لكن الفيفا تعرف انه هذه اللجنه التطبيعيه مدتها 6 اشهر. طبعا الشهر المقبل هو راح تنتهي. طبعا يعرفون. اكيد يعرفون، لان هم اصلا التطبيعيه الان يعتبرون موظفين لدى الفيفا وياخذون رواتبهم من الفيفا. فاكيد يعرفون ويعرفون مدتها، لان هم اختاروهم وهم اللي سموهم. فيعرفون، فما يحتاج انت تضغط على الفيفا ايش وقت، ما يصير. ما عندهم جدول، وما تنظر لنفسك بس انت العراق يعني عندك هاي المشكله، ترى البلدان العالم اكثرها يعني في هذا الموضوع، وعندهم جداول زمنيه وياخذون وقتهم الفيفا في هذا الموضوع، بعدين لازم يرجع ويعرض على الهيئه العامه ونشوف الهيئه العامه ايش تقرر. طيب خليني اسالك على نادي الكرخ. نعم. انت كان عندك تصريح سابق عرضناه في البرنامج. نعم. انه هددت بقطع العلاقه مع وزاره التربيه بسبب تاخر الحصول على المستحقات منذ 2014. نعم. هذا الموضوع بعده موجود؟ يعني استاذ حسين، اذا انت مرتبط في مؤسسه وحالنا حال انديه المؤسسات، واحنا نادي عراقي، من المؤسسه مالتك بكل يعني تخالف قرار مجلس الوزراء وتخالف التعليمات والضوابط وتخالف الكتب الرسميه وفقط ما تعطيك، يعني فقط لان عدم رغبتها انه ما تمول هذا النادي العراقي لمده 6 سنوات. طيب. مع العلم كل بريدنا احنا من وزاره التربيه، موظفينه ف 90% موظفين على الملاك الداخلي. نعم. الاسم. نعم. يعني غيرناه بناء على طلب الوزاره. طيب. عقودنا سوتها وزاره التربيه، لاعبينا راحوا وقعوا بالتربيه، رسوم ضريبيه دفعوا واستلموا وصولات ومنطوا. فمن 6 سنين ردنا نقدم دعوه اداريه، اتصل الوزير قال لا تقدمون انا نعطيكم ما نطى. جتي موضوع التراخيص قالوا ابنه واحنا نعطيكم. الوزير السابق. طبعا بنينا وهذا الملعب زين وحلو، سووا مهرجانهم التربيه في نادي الكرخ وما نطوا. بس احنا من النوع اللي ما نتجاوز على مؤسسات الدوله حقيقه. فست سنين ايش قدر تصبر يعني؟ اي نادي مؤسساتي اليوم، ما اليوم هسه احنا بتجربه انديه مؤسساتيه اليوم، بس نادي الكرخ نادي محسوس للجميع. بس اسمح لي، اليوم ميزانيات ماكو بانديه المؤسسات، مو؟ صح. الدوله بيها تقشف، ايش قد راح يطول النادي المؤسساتي بدون ميزانيه؟ موسم على اكثر حد يعني، ويبقى احنا 6 مواسم. احنا الناس اللي سبقونا في نادي الكرخ سووا هاي الاستثمارات، مشكورين حتى ما ننسبها لنا، احنا اجينا نظمنا وحافظنا على المال. هاي الايجارات بدنا ندفع بيها، كنا يعني دفعنا بيها رواتب الفرق الجماعيه والفرديه ورواتب الموظفين، عندنا موظفين مو على وزاره التربيه، وسفرات المحافظات فرق جماعيه، احيانا انت بيوم واحد 3 سفرات يعني سله يد قدم. هذا عدا الخماسي كان يعني شارك بطولات اسيا، المعسكرات، تجهيزات، الغير هالرواتب. وننطلب يعني نجزر بالشهر. فهيك يلا مش النادي، بس النادي محسود من قبل الكثير من الهيئات الاداريه الموجوده في عدد من الانديه، يقول النادي الكرخ عنده فلوس، عنده محلات، عنده عمارات. بشطاره الناس السبقونه. أه. ما عندنا عمارات احنا، مين عمارات؟
هذا الكلام موجود هسه، هذا الكلام الناس كل شيء تتكلم. استاذ حسين البنايات موجوده والحسابات مالتنا مفتوحه، بالمناسبه احنا وحده حسابيه مستقله دائما نعيدها، مو كل نادي وحده حسابيه مستقله، موظفين الدوله يعرفون شنو وحده حسابيه، يعني ما يبقى درهم بالنادي، لازم تروح كله تدخل بنك وتطلع صكوك. اها اي، فكلها موجوده، فاللي يريد احسن ما يحكي، يجي يشوف ويفتر ويطلع على السجلات مفتوحه، ما عندنا شيء رامي. طيب الفئات العمريه الموجوده بالنادي، نعم هسه قرار الاتحاد العراقي انه دوري شباب مرادف للدوري ما الشباب. اعتقد قرار موفق أه. حقيقه يعني استاذ اكو احنا نتمنى اكو فريق للشباب اي عندنا إيه. احنا نتمنى انه يصير مثل قبل، انه فريق الشباب هي هاي الهدف، غير يلعب قبل الفريق الاول. لا اصل الابدية الجديد يقول لك مو بالضروره، بس اسمحني، ولكن انت اليوم الانديه ميزانيات مؤسسات دوله ما بها اموال، وراح يصير شحه بالمال بالنسبه لمؤسسات الدوله، وايضا شحه بالمال بالتمويل للانديه. انت اليوم عندك لعبه مثل بالبصره ما تقدر تاخذ وفديا، ما تقدر تاخذ 80 واحد سكن ونقل واكل وطعام وش اسمه وترجع، 80 وفديا يروحون، مو يعني سهله تصرف على الشباب مثل ما تصرف على مو سهله أو. بعدين انت هسه اليوم عندك ايش قد 40 يوم 45 يوم ما تقدر تعد فريقين، يعني هي مو هو مو كلام، يعني يصير دوري بغداد ممكن، دوري المناطق ممكن، بس مو دوري مرحله واحده عام، مو صحيح، هذني مو صحيحات. اكو انديه ما عندهم يعني امكانيه حتى، يعني خلنا اقول لك 100,000 تاثر عليهم، فانت ما تجبره في هيج ظروف صعبه يسوي فرق، ما تقدر تجبره، هو قوة مسوي. اذا مثلا المحافظه ما تموله او مؤسسته ما تموله، مين يجيب؟ زين قطعه الارض مو باسمه، ما يقدر يستثمر. زين انت حاصره من كل الجوانب وتريد منه عمل ونتائج، ترى اكثر الانديه خاصه انديه الدرجه الاولى وانديه الدرجه الثانيه، يعني الاجحاف والظلم اللي عليهم، لان انت الارض مو ملكه، يريد يستثمر ما تخليه، منحمة الطي الانديه الاهليه منحمة الطي، قرض ما تطي حتى ارض ما تطي حتى يستثمر. نادي الديوانيه اي هسه مو نادي الديوانيه، نادي السماوه غيرها، يعني كلها هسه القاسم، بس هسه نادي الديوانيه عنده مستثمر يقول لك انا اريد اخذ استثمار. نعم هو يريد يتمنى ياخذ استثمار، وشكو بيها بالعكس، هاي من الزينات، يا ريت اخ حسين العنكوشي. نعم يا ريت بالعكس، يعني حتى ده هو مثل هو محب للديوانية أو عنده مثل طموحات سياسية بالمستقبل مقابل ما بيها شيء مقابل شيء، يعني ما ماكو مشكلة، بس قصدي أنت إذا الأندية هاي لا تخليها تستثمر ولا تملكها الأراضي ولا تعطيها قروض ولا تعطيها منحة، وتريدها تلعب فرق شباب وفريق أول وتروح محافظة، حتى من مجالس المحافظات ماكو دعم. المجالس المحافظات مو إحنا إرادنا تشريع، يعني مو أنا قلت لك أكثر من مرة أقول خلل بالتشريع، يعني هي أندية مؤسسات، أندية أهلية، أندية محافظات، زين لازم يصير تشريع، يجبر قانون، يجبر المحافظة على تبني أنديتها. طيب خليني أسألك، نعم. يوم غد أكو اجتماع في مقر نادي الكرخ، نعم. لمناقشة قانون الأندية مع السيد عباس عليوي، نعم. أنا عندي سؤالين، ليش اختاروا نادي الكرخ بالتحديد، نعم. لإقامة الاجتماع، وهذا القانون شنو راح يخدم الأندية في المستقبل؟ ماشي، السؤال الأول، أول شيء هم ما اختاروا الكرخ، احنا طلبنا اجتماع من لجنة الشباب والرياضة في البرلمان باعتبار انه قانون الاندية انقرأ القراءة الثانية، هذا القانون يهم الاندية العراقية كلها، ما لي اندية نخبة درجة اولى درجة ثانية، الاندية العراقية، فصار نقاش حاد انه لازم نلتقي بالاستاذ عباس عليه، واحنا طبعا ملتقين به اكثر من مرة، حتى شخصية محترمة، نعم انسان ممتاز ورياضي ومتفهم، مو فقط يعني الاستاذ عباس وايضا الاخوة اعضاء اللجنة خاصة الأخ ديار، يعني نائب ديار، يعني ممتاز جدا، ممتازين جدا حقيقة ومتعاونين، فاتصلنا بالأستاذ عباس فقال لي كابتن أوصل للجنة ونشوف شلون، خلي يقرون القراءة الثانية، خابرني من اللجنة قال لي كابتن احنا ليش فقط نلتقي مثلا بدوري النخبة وحد وأندية الدرجة الأولى والثانية وحد، ليش ما نجمعكم، يعني لين أندية الدرجة الأولى والثانية عندهم لجنة سباعية منظمين يعني طبعا يعني تفاجئون مثل الإعلام أو المجتمع، منظمين جدا، عندهم لجنة سباعية تمثلهم، كتبت مسودة
قانون واتصلت بالأخ ديار نائب ديار وتفاهموا معاه وعرضوها عليه يعني منظمين، فما راح يجون كل الأندية، راح تجي هاي اللجنة السباعية أو قسم منهم، وأندية النخبة أيضا راح يجون قسم منهم. فقال لي كابتن الدخول للبرلمان صعب جدا يعني تصاريح وغيرها وهويات، فريد نشوف خارج البرلمان. فأنا ايش قلت له؟ قلت له ممكن في أحد الأندية؟ قال ماكو مشكلة يا ريت. قلت له نادي الكرخ يعني قريب ومنطقة جيدة ومؤمنة يعني. قال يا ريت، خلاص انتهى الموضوع. فكان سهل جدا. وإحنا أيضا يعني وهسه في الكرخ في في بغداد في الزوراء في الهاي، المهم الأندية العراقية لازم تأخذ مكانتها يعني. وإحنا راح نشرف بقدوم لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان للحضور. طبعا الأستاذ عباس عليوي بالنسبة لي أخو صديق يعني دائما نزاور. تكون يعني مؤشرات على القانون يعني. أي عندنا ملاحظات هواية يعني، هواية مظلومة الأندية في هذا الموضوع. وأكو مصطلحات وأكو تكرار وأكو صلاحيات رايحة من الأندية. أبرز سلبية يعني شاهدتها في القانون؟ هواية سلبية أستاذ حسين. باكر نناقشها كلش هواية. فهم من فتحين يعني مرنين، قالوا إحنا هذا مصك الغفران، لازم باكر نجي ونسمع منكم أنتوا الطبقة اللي راح، لأن هذا تأسيس لبناء مستقبلي، هذا قانون. فالناس إحنا ممنونين منهم، وباكر راح نقعد نتناقش إن شاء الله، وإن شاء الله نطلع بنتيجة. طيب أريد أسألك بعلاقتك بالكابتن كريم سلمان شلونها؟ ممتازة. ممتازة؟ طبعًا. وباقي هو كمدرب لنادي الكرخ؟ لأن أكو كلام إنه هناك تغيير في نادي الكرخ، أكو طبعا. هذا الكلام سمعناه. الأخن هو كريم سلمان بالنادي الكرخ يعني، وأنا ويا أصدقاء عمر يعني، حتى من كنا نسافر كنادي أو كمنتخب إحنا بغرفة واحدة يعني. كريم كان منزعج انه التدريبات تاخرت، وهو يعني راتبه وراتب الكادر الاداري التدريبي ماله ماشي، ولكن هو هم مع اللاعبين ده يقول لك ارزاقهم انقطعت قريب من اللاعبين. نعم. فاني قلت له ما نقدر، احنا ملتزمين بقوانين الدوله العراقيه ونحترم مؤسساتها ونحترم عناوينها. من خليه الازمه تقول لا خلص لا. هو كان يتصور انه احنا الانديه ما نريد، هذا الفكر يعني كان عند الأكثر المدربين واللاعبين. قلت له إحنا مع خلية الأزمة ومع قوانين الدولة العراقية، لأن هاي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والحكام، سلامة الناس يعني، هاي ما بيها مساومة نهائيا. فشوكت مع خلية الأزمة تطين الضوء الأخضر نبدي نتمرن، بعدين إحنا ملتزمين ويا الأندية، هذا اتفاق الأندية. فما الأندية ممكن ضربت هذا الموضوع وتمرنت؟ لا 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 ماكو. فما ممكن نقدر. كم نادي موجود؟ لا لا ما يتمرنون. ما تمرنوا حقيقة جوية، تمرنوا يومين من عرفة الهيئة المؤقتة الجديدة وقفوا، فما حد تمرن والتزموا الأندية كلها. فقلت له ما ممكن احنا نطلع عن الخط واحتراما. فهو كان منزعج في هذا الجانب يعني، خوفا على اللاعبين وحرصا عليهم. هو فريقه شاب سادة حسين، احنا فريقنا كله شباب وصغار، يحتاج لهم فترة اعداد طويلة يعني. احنا اقل شيء لازم 3 أشهر احنا نعد ونلعب مباريات ودية حتى يكون عندنا فريق يعني حقيقة ندخل به للدوري. فهو يعرف هذا الشيء وإحنا نعرف كإدارة، بس إحنا الظرف أقوى من عندنا ولازم نحترم قرارات الدولة، واحترمنا قرارات الدولة. هو الزعج يعني فترة بس طبيعي يعني. بس الأمور طبيعية. لا لا طبيعية وتبقى طبيعية. طيب طبعا. آخر سؤال، أكو عندكم متطوعين في نادي الكرخ في المكتب الإعلامي؟ نعم عندنا ممتازين. نعم ممتازين ومتطوعين، وطبعا هم يعني أصحاب اختصاص وشباب ويعملون بالمجان. نعم هم برغبتهم. وطبعا هم شباب وافكارهم جيده جدا، لان يعني دائما اجيال الشباب تطلع بافكار جيده. تحتضنهم اكيد. انا محتضنهم، ومن يصير ظرف النادي زين ما يعني تقصروا وياهم. لا طبعا اطلاقا، لان دا يبدعون ودا ينتجون بصوره ممتازه حقيقه. طيب. شكرا جزيلا لتواجدك اليوم، كنت صريح، ونتمنى يكون الفترة المقبلة فترة أفضل من الفترة اللي احنا نعيشها حاليا، وأن يكون هناك يعني تغيير كبير على اعتبار أنه الدوري على الأبواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله بك أستاذ حسين. شكرا جزيلا، وبالتوفيق لجميع المتابعين، وبالسلامة والصحة والعافية إن شاء الله للكابتن ناظم شاكر اللي سمعنا أخبار طيبة عنه، وبالسلامة أيضا للأب الروح للرياضيين أبو شوقي. على أمل أن نلتقي يوم غد.